احنا بالنسبه للملعب العالي اللهم ان هذا منكر، كنقولوا الرياضه للجميع في المحمديه راه كنقولوا اللهم ان هذا منكر. راه كلشي انتم الصور خير دليل على هذا الملعب كتشوفوا كي داير، ملعب الباشير شو كي داير، يعني القاعه اللي راهم وقفوا كي دايره. يعني واش كاين شي تدهور ولا كاين شي؟ حالك الملعب راه مؤسف. انا متفق معها في الكلمه هذه حيت حنا خصنا ملعب ضروري. حنا الحي اللي كتمثلوا هو السعاده. السعاده يعني خصنا ضروري ملعب فين نلعبوا، حيت هاد التيران هذا راه ماشي تيران. ملعب بمواصفات ملعب. هذه ماشي ارضيه صالحه للعب. مدينة ما يبقاش شي واحد يفرح يقول لك اننا راه المحمديه راه باقا مدينه الزهور وباقا مدينه الرياضه الانيقه. بين هاد الكوارث اللي كنشوف اين الملعب دابا؟ لا دخلنا عليكم بالله، هاد الملعب هذا اللي كيحتضن كل فئات كل المقابلات الاسبوعيه ديال البطوله ولا ديال العصر. ما هوش ملعب، ما يعني ما كانش تيرا خويا راه اللي كاين عطاه الله السوق كتشوف. الله عبد العزيز موظف بالجامعة الحضارية المحمدية مسؤول على فريق جمعية تضامن كرة القدم النسوية. بغينا نعرفوا كي كتشوف التيران العالية في الآونة الأخيرة، يعني واش كاين تدهور ولا كاين شي؟ يعني حالة الملعب راه مؤسف يعني حقيقة، يعني عيب وعار من مد... لا وكنشوفوها بان ما عندهاش لا من غير قضية مدينة صناعية. أولا خصنا نعرفوا أن مدينة محمدية داك الشعار اللي كان عندها هو مدينة الزهور والرياضات الأنيقة، ففين هي هاد الرياضات اللي بقات الآن دابا؟ مابقاش الرياضة. خير دليل أن كنشوفوا شباب المحمدية فين وصلت، اتحاد المحمدية كذلك بالاحرى الفروق ديال هاد لا الكره امنا عندنا هنا ثلاثه الفروق ديال كره القدم النسويه، فرح شو معار باش يجيو يلعبوا في هذا الميدان بحال هكا. كي كتشوف الارضيه ديال تيران العالي؟ لا الارضيه اللي بغى يشوفها ويتناقش عليها وهو يدخل ليه التيران ويشوف الحجر كيفاش نايض من الارض و... كما قلت التيران العالي كان احسن ملعب في المحمديه، احسن ملعب ربما كان احسن من ملعب بشير. بغينا نسميوه غنسميوه مدرسه ديال كره القدم بالمحمديه. مدرسه وفعلا مدرسه. لانك خرجت ابطال مدرسه ابطال 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 هنا ولعبوا هنا ابطال هنا ماشي ابطال. ما غاديش نتهربوا منه، ولكن ملي كنلقاو ارضيه بحال هذه اللي عامره حجر هانتوما كتشوفوا بعينيكم يعني ماشي غادي نشوفوا ولا شي. انت بغيتي ها الحجر الا بغيتي يعني... احنا كندور لوحو في يعني نايك على التراث يعني... انا كنقول المحمديه يعني واحد التدهور كبير عرفته في الميدان الرياضي يعني ما كاينش ملاعب شوفوا ملاعب بحال هكا المدينه اللي هي مدينه المحمديه اللي كانت مدينه الرياضات والتدهورات في الرياضه عيب وعار نشوفوا بان التيران بحال هكا. راه عيب وعار باش نشوفوا بحال هكا وكنشوفوا مدن اللي ضعف من مدينه المحمديه وفيها لا وفيها لا انا غادي نقول لك غير بن سليمان نعطيك الليساسفه نعطيك المنصوريه نعطيك بن سليمان نعطيك غير البرنوصي نعطيك عين حروده فالملاعب ديالها راه الرحمه على هاد التيران عندنا هنا. يعني تل المسؤولين والوزاره الشباب والرياضه عطيه الاهتمام للرياضه بالمناطق اللي هي مجاوره للمحمديه، لما مدينه المحمديه ولينا كنشوفوا بان لا مسؤولين لا وزاره الشباب والرياضه يعني قلبوا الوجه على الرياضه، بغينا نعرفوا السبب علاش. لا لان المسؤولين على الانديه هنا في المحمديه راه ما كاينينش. فالانديه هنايا كتعاني وكتعاني كثير لان لا كثير ديال الفروق. لان هذا المسير ملي كيجيكم كيجيش هو يهضر على ملعب بحال هذا واللي الاطفال عنده الفئات ديال العمريه الاكادي ميني جينيور يعني وما كتهضروش على بحال هذه المسائل هذا فاشنو بغيتوا يعطيوكم هاد الناس؟ يعني المدارس الكرويه مابقاش كتنجيب لي العاب. لا ما احنا المحمديه هنا ما يبقاش شي واحد يفرح يقول لك اننا راه المحمديه راه باقا مدينه الزهور وباقا مدينه الرياضه الانيقه في ظل هاد الكوارث اللي كنشوف. اين الملعب دابا؟ لا دخلنا عليكم بالله هاد الملعب هذا اللي كيحتضن
كل فئات كل مقابلات الاسبوعيه ديال البطوله ولا ديال العصاب. يعني البطوله فرح حرام حتى ديك الجامعه ولا العصاب يعودوا يبرمجوا لا هما ما خصهمش يبرمجوا هذا. يعني فين هو السياج ديال الحمايه ديال اللاعبين؟ هذه كندويو الا كانوا لكرة القدم الا كانت ديال الذكور فبالاحرى ديال الاناث. كيفاش هاد الاناث غادي يلعبوا في هاد الارضيه هكا؟ كيفاش غيلعبوا بدون حراسه؟ كيفاش غيلعبوا بدون فيسيا المستودع الملابس؟ ما مجهزاش. من حقكم تمشيو تشوفوا. الاناره كي كتكون الاناره هنا بالليل يعني الاناره منعدمه، اللهم الا كاين ستنا لا ما كايناهاش باش نتناقشوك، اللهم الا ستنا من يفوت هو اللي فيه هذيك، هذا فيه شويه الضوء نقول لك نعطيو 4 على 10 وهذاك نعطيو 0 على 0. اذا بغينا نعرفوا الارضيه ديال الميني فوت واش هي صالحة اللعب ولا غير صالحة؟ لا غير صالحة، يعني أنا كما شنا كاع التيرانات ديال لي ميني فوت ما لقيناش بحال هادشي. أخي مؤخرا لعبنا في واحد الملعب حتى هو بشكل هذا، ولكن هذوك الناس عطاوه اهتمام على الأقل داروا موكيط. يعني كل الوليدات ولا بنيات كيجيو يترينوا يعني في واحد الراحة. يعني ملي كنلعبوا بحال هادشي راه الأعطاب وكنسولوا على النتائج راه ما يمكنش النتائج تكون في ظل ملاعب بحال هكا، ما يمكنش النتائج تكون في ظل. أنا نمشي معك أكثر لأن دابا اللي كدير كيقول لك واحد الجامعة ما كايناش، المكتب الجامعي ما كاينش، عصاب ما كايناش، وشكون اللي بغى يدير هادشي؟ فاحنا اللي كنتمنى انا من هاد المسؤولين على الفرق ديال المحمديه انهم راهم اللي خصهم ينوضوا يدافعوا على هذا الملعب، لانه الملعب الوحيد اللي بقى هنايا عندنا في المحمديه لاجراء المقابلات سواء ديال البطوله او المبرمجه من طرف الجامعه ومن طرف العصاب، راه هذا هو الملعب الوحيد اللي بقى عندنا. وحنا دار كنستنكروا لهاد مدينه المحمديه، واش على الاقل الملاعب علاش ما كتصلحوش مثلا ما صلحوش الملاعب ديال الحسنيه؟ على الاقل يكون واحد المتنافس اخر لهاد الفرق. لا هذاك شاده جمعيه ديال الامال دايره فيه مدرسه كتشتغل فيه، حنا هذوك الله يعاونهم، ولكن على الاقل حتى هاد الفروق ديال الاحياء بحال هكا راه عندهم نصيب في هذاك الملعب. الملعب الثاني ديال الحسنيه اللي حتى هو ما يمكنش الطريقه باش غنوصفوه ما كايناش. يعني اشنو غادي باش غنوصفوا هذاك؟ راه صالح لكل شيء الا لكره القدم. هنا الملاعب ديال هنا اللي نقول لك لا في محمديه ابتداء من ملعب البشير راه كلهم صالحين لاي حاجه، الخيل لكل شيء صالح ليه. اللهم كره القدم راه ما صالحينش ليها وما يمكنش لينا، وهذا اللي كنقولوا اللهم ان هذا منكر. العاليه ما هوش ملعب، ما يعني ما كانش هكا، كان احسن من هكا. في السبعينات كان احسن من هكا، اما دابا ما تيران ما والو، كله ممسخ يعني ما تيران ما والو، هذا خرجوا منه لعابه واعرين لعابه كبار كبار. وكي كتشوف الميني فوت اللي هو الكرة القدم من صغار هو ما ماشي ايه ما مدوره بزاف، واحد يتوعات فيه بزاف ديال المشاكل، يعني ما محضيش ما كاين حراسه ما والو ما حتى شي حاجه، ما كاينش الناس هنا فين يلعبوا كاع ما كاينش ما تيران ما يعني الرياضه بالمحمديه كتموت. نعم ميته ماتت ماشي كتموت ماتت من زمان. بالنسبه للملعب العالي اللهم ان هذا منكر، كنقولوا الرياضه بالجميع في المحمديه كنقولوا اللهم ان هذا منكر، لا من ناحيه المسيرين ولا حيث لان حتى الفروق راه ما عندهاش الناس ديالها اللي غادا تدافع عليها وغادا انا بحال هاد الفئه هادي غادي تلعب في هاد الارضيه هادي. يعني صعيب على باش تلعب؟ لا صعيب، ولا الا كنتي غادي هاد الفئه غادي تنتج منا وتخرج منا لاعبين راه ما يمكنش في هاد الارضيه بحال مثل هادي غادي يعني الفرق كبار ولو كيترينوا في الارضيه معشوشبه او سانتيشيك، وحنا باقيين في المدينه باقيين في المغرب كنترينوا في ارضيه اللي كتكون حارتي. ما نقولوش غير المغرب، المغرب كامل لا، لان كاينين جامعات اضعف منا بكثير عندها ملاعب دارت فيها عشب اصطناعي عندها يعني دارت المستحيل يعني باش تهيئ واحد الارضيه للرياضه ديالها داخل المدينه، بعكس مدينه المحمديه راه كلشي انتم الصور خير دليل على هذا الملعب راه كتشوفوا كي داير، ملعب البشير شو كي داير، يعني القاعه اللي راهم موقفه شتوها كي دايره، بينما ملي كنمشيو مثلا لساسفه كنلقاو الكازو الاصطناعي.
كتمشي لبوزنيقه كذلك، كتمشي لبن سليمان كتلقى اراضي شاسعه فين تتمارس الرياضه ديالك. المحمدية المتنفس الواحد اللي بقى هو هذا الملعب، وباقين كنقول لكم اللهم ان هذا منكر الرياضه في المدينه عندنا راه مشات. شكرا. كيفاش كتشوف قالوا بان غيدير هنا كره اليد وكره الباسكت، واش كتشوف بان هذا المكان مناسب لهذه الرياضه؟ انا كنقول لك مستحيل في هذا المكان هذا انك باش غادي تمارس كره السله او كره الطائره او شي نوع رياضي اخر، راه ما يمكنش تبغى تمارس هذه الرياضه ديالك في واحد الهدوء وفي واحد الطمانينه في هذه الارضيه بحال هكا. فانا كنا كنتمناو هذا الشيء اللي ضاع في هذا الشيء كان يضيعوه على الملعب هنا. لا ما ننتظروش اننا شي فريق ديال كره السله او كره الطائره او كره اليد انه غادي يبان لي غادي نعطيو شي فريق في المستوى هنا. وانتم الا كان هذا الملعب هذا كيبان لكم انه غادي يعطي ابطال، فالراي غنخليوه في هذا الجو، نخليوه الراي العام ديال مدينه المحمديه. شكرا لك المدير. لعاب هاد المحمدية ما بقاتش عندنا الرياضة في المحمدية، يعني بغيت تقول من كل شيء كانت المحمدية أحسن مدينة يعني في الرياضات، ودابا ما بقى والو. كان الجيدو، كان البوكس، كان الكروس، كان كل شيء، كان المحمدية هي الأولى، ما بقى فيها حتى شي حاجة. وهذا هو كي تشوف شباب محمدية حتى هي نازلة شباب المحمدية، فين عمرنا سنا منها شي حاجة شباب محمدية ولا اتحاد ولا غيره ولا والو، ما كاينش. كنشوفوا قدامنا الفيستير اللي كانت تعهدت اعاده الهيكله ديالو، يعني كي كنشوفوا دابا مغلوق، لماذا؟ الاغلاق ديالو هذا خصو يجاوبوا عليه المسؤولين، لان احنا ما عرفناش هذا الفيستير، هذا مستودع الملابس مهيئ مصاوب انتهت الاشغال فيه، وباقي الناس الا جيت انا كنقول لك غادي تلقى الناس حاطين السكان ديالهم داخل الملعب. فالعود باش يحطوه في الملابس ديالهم في مستودع الملابس، فكيحطوهم في الملعب، يعني هذا لحد الان لازال مغلق. واش كتشوف بان الشكل ديال الفيستير بهذه الطريقه هذه كي كي كيستجيب للمتطلبات ديال لا ما هذه كذب الكذاب اللي يقول لك هذا المستودع كيشوف واحد الواجهه اخرى من اللي البيبان ديالو من اللي خصو. لا كنا كنتمناو ان الابواب ديالو تكون هنا داخل الملعب، لان دابا لحد الان باش نكون معك صريح ما عرفناش هذا المستودع الملابس كيقول لك خاص كره القدم، كره القدم ما كتدخلش ليه، كيقول لك الا كانوا كيقولوا كره اليد وداك الشيء حتى شي فريق ديال كره اليد ولا شي حاجه ما كتمارسش الرياضه ديالها هنا، فاحنا ما عرفناش هذاك الفيستير علاش مغلوق لحد الان. شكرا.